المشاكل التي نواجهها تتلخص أهم المشاكل التي نواجهها في هذه الحضانة اليوم، بداية من زيادة عدد الحالات بشكل كبير جدا يفوق طاقة وتجهيزات الحضانة، بداية من نزوح سكان وأهالينا في شمال قطاع غزة تحت التهديد والقصف المستمر. أصبحنا نستقبل حالات من بيت حانون، من بيت لاهيا، من جباليا. لدينا طفلة استشهدت أمها اليوم ولم يزرنا أحد من أهلها حتى الآن بسبب استشهاد العائلة بأكملها وانهيار البيت عليهم بأكمله. فنواجه مشكلة الاكتظاظ والأعداد الكبيرة جدا نتيجة النزوح ككوادر طبية اليوم، ويهدد حياة جميع هؤلاء الأطفال هو انقطاع التيار الكهربائي مع اقتراب نفاذ الوقود. هذه جميع حالات أغلبها على تنفس صناعي وتحتاج رعاية خاصة، حضانات درجة حرارة معينة. إذا انقطع الوقود هل تحولوا جميعا إلى شهداء في لحظة واحدة؟ شكرا لك دكتور عاصم على هذه المعلومات. مشاهدينا يعني اطلعنا عن كثب عن حجم معاناة قسم الحضانة داخل مستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع. ليس هذا القسم، هناك أكثر من 130 طفل في مستشفيات القطاع المختلفة في أقسام الحضانة يعانون مثل هذا القسم تماما، وبالتالي نقص إمدادات الكهرباء وأيضا المياه ونقص المستلزمات الطبية تؤثر على حياتهم، وهم في لحظات خطرة في هذه الفترة. أحمد حرب لقناة العربية والحدث من مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.